إشراك المرأة في العمل الميداني توجه تعمل على تعزيزه وزارة الداخلية من خلال تطوير القدرات للنسوة المنخرطات في العمل داخل مؤسساتها. وزير الداخلية وفي مؤتمر خصص لبحث تطوير دور المرأة أكد أن المرأة العاملة في الأجهزة الأمنية على قدر المسؤولية لمواجهة التحديات ومحاربة الابتزاز والعنف الأسري، وهو ما شدد عليه أيضا مدير قسم الشرطة المجتمعية. توجيهات السيد معالي الوزير الداخلية المحترم بإعطاء دور كبير للمرأة في عمليات التحقيق، ومن ضمنها التغييرات التي حصلت في المجتمع العراقي من خلال المشكلات الاجتماعية التي واجهت هذا المجتمع للانفتاح في العالم الرقمي أو لبعض الأمور الدخيلة على المجتمع التي باتت تؤثر على تماسك الأسرة. ناشطات تحدثن عن أهمية منح المرأة العاملة في المجال الأمني دورا ميدانيا سيساعد كثيرا في حل القضايا التي تتعلق بالنساء، ويعتقدن أن خطوة من هذا النوع ستمنح المرأة دافعا أقوى للعمل في صفوف الأجهزة الأمنية. تفعيل دور النساء ميدانيا تعد هذه من الخطوات الإيجابية التي تحسب للوزارة، وكذلك أنا نعتقد بأنه لن تكون هنالك مشاكل كبيرة في الشارع بوجود النساء، بل يجب أن يعتاد الشارع على وجود النساء كجزء فاعل، كجزء عامل، كجزء متحمل للمسؤولية، وبمرور الوقت سيعتاد المواطنين على وجود النساء. وغالبا ما تتولى النساء مناصب إدارية في الوزارات الأمنية، لكن تجربة العمل الميداني توجه جديد تلجأ إليه وزارة الداخلية في خطوة لمنح النساء دورا أكبر في العمل الأمني يتناسب والتطور الذي تشهده المجتمعات الحديثة. ويأمل القائمون على هذه الاستراتيجية أن تسهم في إنتاج عنصر أمني نسوي ينافس الرجل في إداء المهام والواجبات، كما تكون له مساهمة فعالة في حل القضايا والمشكلات لا سيما التي تكون فيها النساء طرفا. من بغداد، سرمد القاص، الحرة.